دايما بيكون عندنا تصور ان البني ادم مننا ضعيف قدام عاداته. يعني لما تتكلم عن الكلمه الطيبه اهميتها ونحذر من الكلام الجارح او القاسي، تلاقي اللي يقولك انا ما بقدرش امسك لساني، او اللي تقول انا لما بتعصب ما بعرفش اتحكم في نفسي. لكن الواقع بيقول كلام تاني خالص. الواقع بيقول ان ده كلام فارغ. اشمعنى ما بعرفش امسك لساني قدام مراتي بس بعرف امسكه قدام المدير؟ ازاي حضرتك بتكون كيوت ورقيقه قدام الغرب بس لما بتتعصبي على الولاد او على ابوهم بيبقى لسانك سابق تفكيرك؟ الاجابه وببساطه شديده، علشان ضامنين نتيجه الكلام وعارفين ان المدير او الناس الغريبه مش هيعدوها، بس مراتي هتعديها، والعيال هتعديها، وجوزي هيعديها، والصاحب هيعديها. الشاهد هنا ان احنا نقدر نعمل كنترول على كلامنا، ومع الوقت والتجربه والتعود هنقدر نحسن من سلوكنا ونقول الكلام اللي يبني مش يهد، الكلام اللي يصلح ما يخربش. بس كل ده لازم يبدا الاول من الدماغ، من ايمانك ويقينك ان الكلمه بتعمل كتير، وان تشجيع ابنك وتقول له كلام محفز وايجابي وتربوي ده بيأثر مثلا في عمليه التربيه بشكل جوهري. لازم علشان نتغير نكون فاهمين ان الكلام اللي بنقوله لبعض في البيت هو السحر الحلال، وانه ممكن يعمر ويقرب ويزود محبه. لازم علشان نتغير نعرف صداقات بسبب علاقات قرابه وناس سبب قطعت سبب حروب وبدايتها كلمه. لازم نؤمن الاول ان الكلمه ليها تقولها في ميزان الخير، وان عباره جارحه قادره تقتل بدون ما تسيب اثر ظاهر. لو فعلا امنا بده وصدقناه وعرفنا ان هو قد ايه مهم، وقتها هنوقف حارس على الشفايف يعدي كلام ويمنع كلام. ولما نغضب والشيطان يحاول يوهمنا ان الراحه انك تسيب لسانك يجيب حقك، وقتها تكون اقوى منه وتقول لنفسك وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ فتستغفر وتهدى وتقول اللي يرتاح لضميرك ويوجع شيطانك.